مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم. العرض الرئيسي لهذا المساء، أصبحت الرياضة في تشاد في الآونة الأخيرة تتدهور بشكل واضح، وذلك رغم الإمكانات التي سخرتها الحكومة لتطوير القطاع الرياضي للرد على تطلعات الجماهير ورفع اسم تشاد عاليا في البطولات الرياضية الدولية. فحول هذا الموضوع جاءت افتتاحية الأسبوع والزميل السميع حسن الحلو. السادة والسيدات، طبتم وطابت أوقاتكم. أكد الخبراء المختصون في وقتنا الراهن أن الرياضة باتت تلعب دورا محوريا في المجتمعات الراقية، وأصبحت سمة من سمات الشهرة للاعبين وكذا للدول التي أضحت تبذل أموالا طائلة للارتقاء بمنتخباتها الوطنية، رغبة منها في بلوغ مراتب سامية ومتقدمة في المنافسات الرياضية المتعددة التي تقام على المستويات الإقليمية والدولية والعالمية. بالطبع إن النجاحات التي تحرزها الدول في ضروب الرياضة لم تجي هكذا، وإنما جاءت من خلال الإعداد الجاد والتدريب الجيد والتمويل بلا حدود، إضافة إلى الطموح والإصرار والمثابرة. ففي ذاكرة الأيام كانت الرياضة في تشاد، وخاصة كرة القدم باعتبارها الرياضة الجماهيرية الأولى، كانت في السنين الغابرة من القرن الماضي كانت نتائجها ترضي تطلعات الجماهير التشادية رغم شح الإمكانيات مقارنة مع الوضع الحالي. فالآن العطاء المخصص للرياضة ضخم وهائل، والنتائج هزيلة ومخيبة للآمال. لا نري الأسباب الأساسية لهذا التراجع الرياضي. صحيح هناك عوامل ساعدت في هذا التراجع، ولكن هذا ليس له ما يبرره. فإذا ما أمعنا النظر في حالة كرة القدم في بعض دول الجوار، نجدها حققت تقدما واضحا في هذا المجال، وذلك بسبب التخطيط السليم والترغيب الجميع في الرياضة وتطبيق القول المشهور الجسم السليم في العقل السليم بحذافيره. في هذا السياق لا ننكر أن تشاد قد فازت بكأس السماك عام 15 و2000 لأول مرة منذ إطلاق هذه الدورة. معروف إن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أعطى الرياضة والشباب جل اهتمامه ليزدهرا، وخصص لهما صناديق مالية عديدة كالصندوق الوطني لتطوير الرياضة والصندوق الوطني لدعم الشباب. إلا أنه بالرغم من هذا العطاء الثر والدعم اللامحدود، ما زالت الرياضة متعثرة ومبعثرة لم تلملم شملها بعد. ويبدو أن الصراع العقيم الذي نشب بين اتحاد كرة القدم والوزارة كان له آثره السلبي على الرياضة الجماهيرية. ومن هنا نوصي الاتحادات والفيدراليات الرياضية والوزارة بنبذ الخلافات الهامشية التي عطلت المسيرة الرياضية. وينبغي السهر على إيغاظ الرياضات الوطنية، لا سيما كرة القدم التي تعاني الكثير من الإشكاليات. ونرى أن الحلول تكمن في وضع الإمكانات اللازمة لبناء وصيانة الملاعب وترك المحسوبيات والأنانيات في اختيار لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، وتنظيم حوار صريح بين الوزارة والمختصين لتشخيص الداء الحقيقي للخروج بالرياضة الوطنية إلى بر الأمان. وفوق هذا كله يتحتم على الوزارة المعنية تطبيق سياسة رئيس الجمهورية في مجال الشباب والرياضة، والعمل على وضع الخطط الكفيلة بتذليل العراقيل لكي تعود تشاد لمكانتها والمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية. وعليه في الختام نحث رجال المال والأعمال التشاديين على الاستثمار في الرياضة، لأنها صارت تدر دخلا ماليا وفيرا ومربحا للمستثمرين والرياضيين، وبالتالي ربما نستطيع رفع التحديات الراهنة التي تواجه الرياضة في تشاد. وإلى الملتقى في الاثنين القادم بمشيئته تعالى.